أحيت حركة أمل والحربي وأهالي بلدة الصرفند ذكرى مرور 3 أيام على وفاة يوسف محمد حربي أبو محمد في حسينية الزهراء عليها السلام بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وأعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي وفعاليات. خليل أكد أن إسرائيل باعتدائها على الضاحية الجنوبية تجاوزت الخطوط الحمر. نحن حريصون على تأمين مسار يجنب لبنان والمنطقة توسيع الحرب، لكن إسرائيل بجريمتها الأخيرة في الضاحية الجنوبية وبعدها في طهران قد تجاوزت الكثير الكثير من الخطوط الحمر، والتي تفرض علينا التزاماً أكيداً بأنه بقدر حرصنا على تأمين استقرار من خلال الحل الدبلوماسي والسياسي سنبقى متمسكين بحقنا في ردع هذا العدو، في الرد عليه عند أي دخول بري. سيجد كل الجنوبيين، سيجد معظم اللبنانيين منخرطين في مواجهة حقيقية لردعه وإسقاط مشروعه. وتطرق خليل إلى الوضع الداخلي. نحن جاهزون من منطق الشراكة أن نمد اليد ونفتح قلوبنا كما على الدوام لكل الشركاء في هذا الوطن، لنقرأ معا صورة ومشهد ما يجري بطريقة موحدة نحصن فيها وضعنا الداخلي على قاعدة التمسك بعناصر القوة التي أمنت الحصانة والقوة للبنان خلال المرحلة الماضية. وفي الختام تلا الشيخ حسن خليفة السيرة الحسينية العطرة.